السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي. ان شاء الله النهاردة اخر فيديو لينا في المنهج، منهج الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي. درس اسمه تمثيل البيانات. طبعا الدرس ده كنا اخدنا قبل كده اللي هو تمثيل البيانات عن طريق المضلع التكراري. ان شاء الله النهاردة هناخد برضو المضلع التكراري و حاجة تانية اسمها المنحنى التكراري، وآخر حاجة اللي هي القطاعات الدائرية هنعرفهم بالتفصيل واحدة واحدة كده. يبقى احنا آخر درس إن شاء الله لينا في المنهج، وآخر درس لاستكمال منهج شهر مايو كده، آخر درس في المنهج الترم التاني، وآخر درس في استكمال شهر منهج شهر مايو. يلا بينا. جه سؤال كده: زار مجدي وياسر إحدى الشركات لتجميع بيانات عن الأجور اليومية للعاملين، ثم سجل البيانات وكون الجدول التكراري التالي ذا المجموعات. طبعا الجدول ده بيبقى هو جايبهولي في الامتحان أو جايبهولي في السؤال، وأنا بعمل إيه؟ وأنا بشوف البيانات اللي هو طلبها مني. ساعات يقول لي مثلا أوجد عدد العمال الذين تقل مرتباتهم عن 40، فاجي عند الاربعين واشوف الاقل، هلاقي قصاد الاربعين ليه 20 و30، فكم عامل بيقبض 20 وكم عامل بيقبض 30، اشوف تحت قصادهم 6 و10، يبقى الاقل من 40 6 زائد 10 يطلع كام؟ 16. طيب ساعات يقول لي الاكثر من 60، اشوف 60 واكتر، هلاقي 60 قصادها بس 3، مفيش حاجة تانية، مفيش أكتر، يبقى خلاص يبقى 3، يبقى 3 عمال، وهكذا. ده لو قال لي مثلا في السؤال إيه؟ في سؤال اختيارات، ما قاليش في السؤال ارسم أو أكمل. دي ده السؤال كده بيجي لقية اختيارات أو إيه أو أكمل، ما بيجيش في ارسم. طيب ممكن يا مستر يقول لي ارسم؟ أه ممكن، بس لو كان الامتحان طالب ارسم زي الامتحانات اللي فاتت، الامتحانات القديمة بتاع السنين اللي فاتت زي كل سنة. لكن الامتحانات اللي هي اللي احنا شغالين عليها السنه دي عشان الظروف المرضيه والكورونا وكده، فاختيارات بس. فالاختيارات هيطلب مني حاجات زي كده: اقل من 30، اكثر من 50، اقل من 40، اكثر من 40، وهكذا. يبقى انا اشوف هو عايز اكثر ولا اقل، واشوف الرقم اللي هو عطوه لي. اقل يبقى اقل، اشوف الاقل منه. طب اكثر، اشوف الاكثر منه، وهكذا. فالاسئلة بتيجي في المستوى ده من الاسئلة لو كان اكمل او اختيارات. طيب لو عايز يرسم مثلا مضلع تكراري زي اللي قدامنا ده، فهرسمه عن طريق ايه؟ الاعمدة اللي احنا كنا بنرسمها عادي جدا زي السنة اللي فاتت، مفيش مشكلة. طب لو عايزه منحنى تكراري بحرسمه بالمنظر ده، عن طريق ان انا هجيب مركز المجموعات. هجيب ايه؟ مركز المجموعات، يعني في النص. لو قال لي مثلا 20 و 20، يبقى 25 مركز المجموعة، ليه؟ ال 20 بعدها 30، يبقى مركز المجموعة 25. طب مركز المجموعة لل 30 يبقى 35، ليه؟ عشان 30 بعدها 40، وهكذا. يبقى مركز المجموعات بداية زائد نهاية على 2، يعني عندي 20 و30، اجمعهم واقسمها على 2، يبقى مركز المجموعة لل 30 35، مركز المجموعة لل 40 45، وهكذا. قولي في الشكل المقابل دائرة مركزها ميم، أنصاف أكترها ميم ألف وميم ب، ميم جيم، تقسم سطح الدائرة لست أجزاء متساوية، يسمى كل منها قطاعا دائري. ده بقى التمثيل بيانات بالقطاعات الدائرية. ده انا هرسم دايرة وهرسم فيها قطاعات دائرية لتمثيل لكل جزء من اللي عندي، يعني كل جزء عندي هشوف هو مطلوب مني ايه، وهرسم مثلا وليكن ربع الأسرة تستهلك، أسرة دخلها 2000 جنيه تستهلك مثلا ربع المبلغ للمواصلات، او نص المبلغ للايجار الشقه والمعيشه، فانا هعمل نص دايره، هعمل ربع دايره، وهكذا. طب لو طولت يبقى طولت دايره، وهكذا. تمام.
فقطعات الدائرية فكرتها كلها في ايه؟ ان انا اشوف هو مطلوب مني ايه، التوتال كله قد ايه، واشوف المبلغ اللي انا عايز امثله، الجزء اللي عايز امثله هيبقى الربع ولا التمن ولا التلت ولا النص ولا ايه بالظبط، وابدا امثل واكتب البيانات داخل القطاعات. يقول لي اكمل الجزء الاول يمثل طبعا نص دايره، والجزء اللي هو الملون باللون الاحمر يمثل ربع دائره، والجزء الملون بالاخضر يمثل ثلث دائره. يبقى ده نص وده ربع وده تلت. طب هستفيد بيهم ايه يا مستر؟ طبعا لما يقول لي نص المعيشه للايجار والمواصلات، يبقى انا هعمل طبعا نص واكتب جنبه واكتب جوه منه المعيشه والمواصلات وهكذا. عندي كده مثال بيقول لي اشترى احمد وحسام وحنان فطيره بيتزا للعشاء ثمنها 24 جنيه، فدفع احمد 12 جنيه ودفع حسام 8 جنيه ودفعت حنان باقي الثمن، حيث قسمت بمقدار ما دفعه كل منهم. يعني كل واحد دفع فلوس، دفع هو كام؟ هي 24 جنيه، فاحمد دفع 12، فمش هياخد زي حسام اللي دفع 8 جنيه بس، وحنان كملت الباقي. يعني ايه كملت الباقي؟ يعني اجمع 12 و8 يطلع 20، يبقى حنان دفعت 4 جنيه، فحنان دفعت 4 جنيه تاخد زي حسام اللي دفع 8 جنيه وحسام ياخد زي احمد؟ لا طبعا ما بياخدش بالتساوي، كل واحد على حسب ايه؟ حسب الفلوس اللي دفعها. فما دفعته حنان يبقى يطلع 4 جنيه، نصيب احمد هو دفع كام؟ 12، وتمن بيتزا 24، يبقى 12 24 اختصارها نص، يبقى كده احمد هياخد نص الفطير نص البيتزا. تمام. طب حسام دفع 8 على تمن البيتزا كلها الفطيره كلها 24، 8 على 24 يبقى يطلع تلت، يبقى ياخد التلت. حنان 4 على 24 هتطلع سدس الايه؟ سدس الفطيره. طبعا هنمثلهم نص اللي هو نصيب احمد واكتب نصيب احمد، التلت التلت اكتب ايه؟ نصيب حسام، وحنان طبعا السدس، هكتبهم كده بالمنظر ده. مثال تاني، يصرف احد مزي يمثل 1200 جنيه على نحو التالي: 600 جنيه شراء الطعام، 300 جنيه شراء الملابس، 150 جنيه ايجار شقه، و150 جنيه مصاريف ايه اخرى. مثل تلك البيانات على القطاعات الدائريه. طبعا هنجيب 150 على 1200، 600 على 1200 وهكذا. تمام. بحيث ايه بقى؟ بحيث ان كل مبلغ يطلع لي كام قطاع دائري، يعني جزء قد ايه من القطاع الدائري، مفهوم الكلام؟ فاحنا هنشوف كل يعني شراء الطعام يبقى 600 على 1200، يبقى اكيد ده نص ليه؟ نص القطاع. تمام. 300 يبقى ده اكيد الربع، 300 على 1200 هيدينا ربع، 150 على 1200 دي تمن وهكذا. يبقى هنقسمها كده، النص ده شراء طعام ونكتب جنبه شراء طعام، والربع اللي هو شراء الملابس وايجار الشقه ومصاريف اخرى، برضو نقسم الربع كده لجزئين. كده حبايبي نكون انهينا اخر درس في شهر منهج شهر مايو، واخر درس في الترم الثاني، وبالتوفيق والتميز ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه في سنه 6 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.